أرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة. يلي ضربت الوعد وسمعتكم حكايات أبو الصعيد جدع يا جدع يا جدع صعيد يا جدعان بجد أهل عزة وأهل كرم وأهل شهامة وأهل مروءة. كل سنة وانتوا طيبين وسعيد إن أنا ألتقي بيك وسعيد بجهودكم اللي انتوا بتعملوه هنا. ولا أخفي عليكم بالغ سعادتي بوجودي وسط أهل سوهاج بصفة خاصة وأهل الصعيد بصفة عامة. راح يا مصر ان شاء الله بيك ان شاء الله ان شاء الله. 8 سنين من حكم الراجل عمل حاجات عايزه لها سنين. مصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضاره والمعجزات.